لسه مكملين معاكم فقراتنا، وزي ما دايما بنقول قبل ثورة 25 يناير كان في فئات كتيرة جدا في المجتمع المصري مهمشة وحقوقها زي ما بنقول مهدورة. من ضمن الفئات دي فئة مصففي الشعر، أو يعني ده الموضوع اللي اتطرح مؤخرا، يمكن قبل كده ما كانش ملفوت نظرنا ليه، وقبل كده ما كناش بنسمع ان مصففي الشعر عندهم مشاكل كتيرة بيعانوها في المجتمع، انما النهاردة بيطالبوا بنقابة تحميهم. معانا النهارده استاذ محمود عطوه رئيس اللجنه النقابيه لمصففي الشعر، واستاذه حنان خاطر مسؤوله لجنه المراه. صباح الخير، نورتونا. يعني هبدا بحضرتك طبعا، الاول كلمنا عن فكره انشاء النقابه. طبعا حضرتك عارفه ان المصففي الشعر كانت فئه مهمشه زي فئات كتيره في المجتمع، فاحنا رافضين المبدا ده، فمن خلال كده ابتدينا نعمل اجتماعات ونقول يا جماعه عايزين نعمل نقابه تمثلنا ككل صاحب العمل والعامل. بالفعل عملنا الاجتماعات، ابتدينا بعد الاجتماع الثالث نخاطب الجهات الرسميه، خاطبنا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وابتدينا نمشي في الجهات الرسميه الحمد لله، وخدنا جميع الموافقات وشهرت الحمد لله اللجنه النقابيه لمصففي الشعر. طبعا كان من دوافع ان احنا نعمل كده ان حاجه تدافع عننا كمصففين، نوصل صوتنا للشعب ككل وللحكومه. عايزين نعمل مستشفيات خاصه بينا، احنا ابتدينا نعمل دلوقتي برنامج رعايه صحيه، ودلوقتي داخلين على مهرجانات في مسابقات، بنأسس لمسابقات عشان المجموعه بتاعه مصففي الشعر تطلع للمجتمع بشكل كويس. طب استاذه حنان، احنا لما بنقول فئه مهمشه مش بنقصد بيها فئه يعني بعيده تماما عن الاعين، بس فئه بتعاني من مشاكل. ايه المشاكل اصلا اللي كانت قبل الثوره بيعاني منها مصففي الشعر؟ بيستقلوا بمصففي الشعر قوي، الناس بتستقل بمصففين شعر قوي. بمعنى بيعتبروه حاجة ملهاش كيان، ملهاش لازمة، فئة ملهاش قيمة. لا يعني مثلا تعرضوا لأي مشاكل قبل كده معينة كانوا محتاجين اصلا؟ بنقول نقابة دايما بنقصد بنقابة حماية ظهر بالظبط، زي نقابة الصحفيين، نقابة المحامين. كان لازم يبقى في نقابة كمان لمصفف الشعر عشان يبقى يلاقوا حقوق ليهم زي اي حد بيبقى ليه حق، يبقى هم ليهم حقوق. صحيح. في مرض، في مشاكل، في اي حاجه لازم يبقى ليهم حق. عدد اللي انضموا للنقابه لحد النهارده قد ايه؟ احنا عددنا لغايه النهارده حوالي 730 واحد. 730 واحد. عدد مصففي الشعر في مصر قد ايه؟ تقريبا يتراوح لربع مليون. كتير، ربع مليون. بين الحريم والرجال على مستوى الجمهوريه. طب من ضمن الاشياء النقابه ممكن توفرها لهم في الفتره الجايه ايه؟ بتلم بما هو جديد ومستحدث، وبنعمل برامج توعيه لمصففين الشعر، سيدات رجال، بيبقى كل ما هو جديد بيعرفونا من خلال النقابة. من خلال النقابة. طب والحكومة برضو استاذ محمود، ايه اللي طلبتوه منهم يعني بعد ما انشأتوا نقابة وكان في طلبات، ايه اللي ابتديتوا والخطوات اللي ابتديتوا تاخدوها؟ تمام. احنا مبدئيا وفرنا مصايف لمصففي الشعر، وفرنا لهم لحياة عمره. دلوقتي احنا مش عايزين نعمل متطلبات او وقفات اعتصامية او احتجاجات بالنسبة للحكومة، طبعا البلد بتمر بظروف صعبة دلوقتي، فمش عايزين احنا كمان نمثل ضغط على الدولة، فاحنا نصبر شوية لغاية ما الأوضاع تستقر في الدولة، وبإذن الله هنوصل صوتنا لمجلس الشعب إن يكون لنا نقابة عامة مش لجنة نقابية. ده اللي احنا نطلبه في الفترة اللي جاية، بس الأوضاع البلد تستقر، لأن احنا متفقين إن احنا مش عايزين نبقى زي فئات تانية كتير بنعمل دوشة في البلد وبنعمل مظاهرات واعتصامات ملهاش عادة دلوقتي. إيه الفرق بين اللجنة اللجنة النقابية بتمثل العاملين بالمهنة بس، لكن النقابة العامة بتمثل صاحب العمل والعاملين. ايوه فهمت. وخصوصا ان احنا عمل مهني، في زي ما قلنا 720 730 730 انضموا للنقابه. ايه الشروط اللي المفروض تكون موجوده في اعضاء النقابه؟ يعني ايه مثلا؟ يكونوا بيعملوا في المهنه بقى لهم كام سنه؟ لازم يكونوا بيعملوا في المهنه. الشروط مبدئيا المهنه عندنا بتضم من المتعلم للغير المتعلم الامي، فاحنا خلينا الشروط الضم لينا ان يكون يجيد القراءه والكتابه، وابتدينا نوفر لهم برنامج محو أمية بالتعاون مع نقابة ممثلي الجامعات الأهلية، وابتدينا نطبقه بالفعل، والحمد لله يعني في ناس اتخرج من عندنا 10 لحد دلوقتي محو أمية.
شأنها شأن أي نقابة عامة موجودة في الدولة بنفس الخدمات، سواء خدمات اجتماعية أو صحية أو غيرها. وكذلك احنا عندنا رسالة للشعب ككل عايزين نوصلها، اللي احنا بنعمل توعية ثقافية وتوعية صحية للشعب من خلال الوقت اللي العميل بينتظره عندي كمصفف. في وقت بينتظره، فلما نتكلم في مواضيع بسيطة أو مواضيع فارغة بمعنى أصح، هنتكلم في موضوع مهم، هنتكلم في موضوع سياسي، هنتكلم في موضوع ثقافي، هنتكلم في موضوع وعي صحي ليه هو يستفاد بيه، وفي نفس الوقت أنا أستفاد بيه، أستفاد منه معلومة وهو يستفاد مني معلومة. ده اللي ابتدينا نطبقه حاليا. بالنسبة أستاذة حنان، حضرتك مسؤولة لجنة المرأة، إيه اختصاصات اللجنة دي؟ اختصاصاتها إن هي بتوعي المرأة العاملة والعميلة بكل ما هو جديد، والعميلة بتعرفها ايه المفروض تعمله، ايه الصح لبشرتها لشعرها كل حاجة، ايه المفروض تعمله، ايه المفروض يعني مش عارفة اقولك بالظبط، يعني كل ما هو جديد متعلق ومتعلق بالمرأة، ايه الغلط يعني، ما في يعني مثلا في حاجات بيستعملوها في الكوافيرات المفروض بتتنقل من حد لحد، دلوقتي بقى في توعية ان لا كل حد ليه حاجته، والحاجات دي الحاجات خاصة بتستخدم مرة واحدة وخلاص، بعد كده بيبقى في حاجات غير الأول، دلوقتي في حاجات غير الأول كتير يعني. أستاذ محمود، يعني بعض مصففي الشعر في مصر يعني أعتقد أن دخلهم المادي كبير جدا، وعندهم سنترز كبيرة، وعندهم أفرع كتيرة، وفي بعض الآخر ممكن يكون دخله المادي قليل قوي. ممكن النقابة تساعده إزاي؟ ممكن النقابة تقدر توفر له عمل أحسن إزاي؟ النقابة دلوقتي إحنا ابتدينا بنخاطب أصحاب المحلات إن يكون الشغل بالنسبة للفني يكون راتب، أو يعني راتب وجنبه نسبة أو نسبة. ده يعني حاجة جديدة، يمكن في ناس كتيرة في الدولة دلوقتي ابتدوا يتكلموا ان حتى الموظف الحكومي اللي ليه مرتب عادي ياخد نسبة على زيادة شغله، بحيث يبقى عنده يعني في عنده قابلية انه ينفذ شغل اكتر. فكذلك احنا ابتدينا نخاطب اصحاب العمل في الجزئية دي ان يعمل نسبة زيادة، يعني في مرتب ثابت اوكي، بس انا حد شغل زيادة، حد مجهود زيادة، فهاخد بناء عنه نسبة. طب تضمن منين صاحب العمل خصوصا انه عمل خاص انه ما يجيش في اي يوم يستغنى عن عدد مثلا من مصففي الشعر الموجودين عنه؟ والله احنا حاليا في توافق وتفاهم ما بيننا وبين اصحاب العمل كبير جدا، وهم حابين الموضوع اللي احنا عملناه ونفسهم يشتركوا معانا، بس طبعا زي ما كنت بقول لحضرتك احنا لسه مش نقابه عامه، احنا لجنه نقابيه للعاملين، لكن هم اصحاب العمل بيحضروا معانا، التوافق جاي من انه بيحضروا معانا اجتماعاتنا، بيحضروا معانا واحنا بنشرح المستحدث في المهنه الجديد في القصات، ده كله بيحضروه معانا، التوعية الثقافية والتوعية الصحية بيحضروها معانا وبينفذوها في محلاتهم. طب افريج الدخل او يعني متوسط الدخل استاذة حنان حوالي المفروض يكون قد ايه؟ او بتتوقع ان هو يكون قد ايه في الفترة الجاية؟ يعني كل نقابة دلوقتي بقى بتطلع تقول انا عايزة حد ادنى للموظفيني الرقم الفلاني، فكرتوا في رقم محدد؟ والله يعني اكيد عشان يعني واحد ياخد مرتب كويس مش اقل من 3000 يعني اقل حاجه، ده اقل حاجه في الفتره الجايه. ده بالنسبه للاماكن الخاصه. دلوقتي هم يعني بياخدوا مرتبات ضعيفه جدا ضئيله جدا، بيعتمدوا على التبس. طب مصففي شعر مش زيهم زي بقيه فئات المجتمع، اكيد ليهم تامين صحي وتامينات اجتماعيه، ويعني بدون اي نقابه مصففي الشعر ما لهمش تامين صحي، ما لهمش تامينات اجتماعيه. مصففي الشعر احنا قدرنا نعمله دلوقتي برنامج رعايه صحيه مع بروتوكول تعاون عملناه مع احدى الشركات المتخصصه في الرعايه الصحيه، بيغطي جمهوريه مصر العربيه ككل. التامين الاجتماعي ما فيش تامين اجتماعي، لان في اصحاب عمل هي دي الجزئيه اللي مختلفين معاهم فيها، بس ما بيعملش تامين على العامل، فبادئين برضو معاهم سنه سنه تفاهم، يعني مشكله العامل يشيل جزء وصاحب العمل يشيل جزء، بحيث يكون ليه معاش لما يطلع على سن المعاش سن 60 سنه. ودلوقتي احنا بنخطط لتكوين صندوق زماله بحيث برضه يديله مكافاه نهايه خدمه. ايوه. وبنعمل صندوق زماله بحيث مثلا دفع مبلغ سيان دفع 1000 جنيه فعلى سن المعاش ياخده ضعف. اللي هيدفع 5 هياخد 10. طبعا دي لها محاسب او خبير اجتماعي بمعنى اصح. الانضمام للنقابه عموما بمبلغ يعني الانضمام للنقابه اشتراك اللجنه النقابيه 26 جنيه في السنه، مش مبلغ كبير قوي. اه تمام. فعشان كده طبعا الموارد ضعيفه.
فبنعمل صندوق الزمالة عشان نقوي الموارد بحيث نعمل مكافأة نهاية خدمة. طب التأمينات الاجتماعية وفهمتها، التأمين الصحي المفروض انه قائم على الدولة بالكامل. يعني المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان بيتكلم امبارح، كان في مؤتمر عامله عشان يعمل تأمين صحي لفئات الشعب المصري ككل. من حق أي حد يكون ليه تأمين صحي في مصر. وده طبعا احنا بنطالب بيه مع فئات الشعب ككل، ان يكون كل مواطن ليه تأمين صحي. ما فيش مواطن معهوش مثلا حق العلاج، معهوش حق انه يعمل عملية او يكشف فما يتدمرش وصحته ما تتدمرش وبيته ما يتدمرش، لا يبقى في الدولة بتغطيه في الجزئية دي. طب مصففي الشعر اكيد هم مثلا بيتقدموا للعمل في اي يعني في اي كوافير او اي سنتر، اكيد بيكون في عقد بينهم وبين المالك. لا للاسف ما فيش للاسف. طب بيضمنوا ازاي اي حاجه؟ ما فيش يعني ضمانات. تضمن حقوقهم. دي مشكله لمصففي الشعر ان ما فيش ضمانات. ممكن في لحظه صاحب العمل يقول انا مش عايزه. الضمان الوحيد لمصفف الشعر خبرته وشطارته في المهنه. بالظبط. طب النقابه ما بتضمنلوش اي شيء؟ ما ممكن يبقى شاطر على فكره صاحب العمل مش عايز يدفع مبالغ كبيره. الجزئيه دي احنا بنتدخل فيها بشكل ودي، لكن الجزئيه دي اختصاص مكتب العمل. ان انا مثلا شغال عند حد مش مأمن عليا، فدي اختصاص مكتب العمل. على فكره مصففين الشعر ما دول حقهم بجد في مصر، هدول حقهم قوي. طب يعني المفروض ان في الفتره الجايه النقابه تقدر يعني تساعدهم. ده هيكون في اتفاقيات ما بينه وبين مكتب العمل باذن الله، انه ينزلوا فعلا المحلات والسنترات يبتدوا يعملوا حصر للمجموعه اللي هي مش معمول لها تامين صحي. لان احنا بعد كده في الفتره اللي جايه دي باذن الله بعد مجلس الشعب ومجلس الشورى ما ينتهي والرئاسه، هنعمل تصريح مزاوله مهنه. محدش هيخش المهنه زي ما كان اي حد يقول لك انا ما عنديش شغل. حضرتك هتستنوا لحد ما احنا ما خد بال حضرتك ان هو مشروع قانون فلازم يتعرض على مجلس الشعب. ففي تصريح مزاوله مهنه بالفعل احنا ابتدينا نخاطب فيه محامين في الاتحاد العام. وبنشوف القانون هيقول ايه، هينص عليه وهننفذه في الوقت القريب باذن الله. اكيد. استاذ محمود عطا رئيس اللجنه النقابيه لمصففي الشعر، استاذه حنان خاطر مسؤوله لجنه المراه، بشكركم جدا، نورتوا. شكرا. ميرسي. معانا تقرير عن دور المراه في التحول الديمقراطي، نشوف التقرير ونرجع نكمل فقره.